على مدار فترة طويلة. نتحدث بكلمة الإدراك ونقول ذلك الشخص مدرك، لديه وعي، لا لديه إدراك. ما هو تفسيرك للإدراك؟ ما هو الإدراك؟ عزيزي قبل أن نبدأ يسعدني أن أخبرك بشيء ربما لم تسمعه من قبل. عزيزي الإدراك هو جزء من سيطرة العقل. نعم، العقل يسيطر على الإدراك. الإدراك يمكن أن يخدر، يمكن أن ينعمي، يمكن أن تنعدم له البصيرة، يمكن أن لا يرى الحقيقة كما هي. ومن هنا نقوم بعمل تجربة بسيطة. أنت الآن جالس وشعرت أن شيئا ما قد قفز على فخذك، فمباشرة من دون أن تعرف ما هذا الشيء تقول وتنخلع منه مباشرة، تنفجع. ولكن أحيانا تدرك أنه لا يوجد أي شيء، ولكن جسدك وخلاياك قامت بإرسال إشارة فورية لكي تضخ الأدرينالين بداخل جسمك. وفي بعض الأحيان لا يوجد ولا أي شيء، في بعض الأحيان تكون قطة وأنت لا تخاف من القطط، في بعض الأحيان يكون شيئا تافها ولكنك استجبت لذلك. تم ضخ الهرمونات بجسمك وزرع الخوف وما تسمى بعملية الكر والفر. سأعطيك مثالا آخر. عندما تكون نائم وفجأة تسمع صوت تصيق من النوم مباشرة لتقوم بعمل لم تفهم شيء، ولكنك قمت بعمل ردة فعل مباشرة. ما الذي جعلك تظن أن هنالك خطر؟ وربما يكون أحيانا زجاجة الماء التي بجانبك فقط سقطت على الأرض، ولكنك أعطيت رسالة فورية لما تسمى بـ fight or flight، هي أي بمعنى أن يحدث لك شيئا أو موقفا ما، ماذا تفعل؟ إما أن تهاجم أو تهرب. وهذا كتوضيح سريع جدا. هل انتهينا؟ لم ننتهي يا عزيزي. لنأتي الآن إلى الإدراك. كيف نرى الأشياء بإدراك؟ عزيزي إذا نظرت إلى نضال الآن أنت ستقول ربما نضال سيء، نضال لا يعجبني. شخص آخر يقول نضال يعجبني أستطيع أن أفهم منه. شخص آخر يقول عزيزي ولكن نضال هو نضال، وعائلتك هي عائلتك، والناس هم ناس كما هم، ولكن نظرتك إليهم بإدراك ربما تكون مخدرة. نعم كما سمعت، نحن لا نرى الأشياء كما هي. إذا رأيت مثلا فتاة جميلة وقلت فتاة جميلة، شخص آخر سيقول لا لم تعجبني. إلى أن الجسم أو الإنسان واحد، ولكن رأيناه بإدراك مختلف. هنا كيف، لماذا حدث ذلك؟ سنغوص أكثر. أحيانا عندما تكون في الشارع أنا وأنت ونسمع مثلا صوت طاع، شيء ما يعني صوت غريب، أنا وأنت لا إراديا سنقول، سنبحث عن الصوت إن كان في الخلف إن كان على اليمين، سننظر إليه بطريقة لا إرادية. هذا لا أريد أن أدخله في الإدراك حتى لا يتم فهمي بطريقة خطأ. وإن أردت أن تقول لي نضال كيف نتخلص من الخوف الذي عندما مثلا أكون جالس وأشعر بشيء ما وأنفجع مباشرة، أو أرى مثلا أكون مثلا أقول أنني بمفردي وأشعر أن شخصا ما قام بلمس ظهري من الخلف وأنخلع، تقول لي كيف أتخلص من ذلك؟ أقول لك لا، لا يمكن التخلص من ذلك. هذه ميزة تجعلك قادر على العيش وقادر على البقاء، قادر على أن تدرك الخطر بإشارة سريعة من خلاياك التي تضخ بدورها الهرمونات بداخل الجسد. ومن هنا يجب علينا أن نذكر كما قلنا سابقا أن الدماغ بالنسبة للأشخاص الماديين يرون أن الدماغ هو المسبب، وكما قلنا سابقا هو النتيجة. نتيجة ماذا؟ نتيجة الوعي. ما هو الوعي علميا؟ قلناها سابقا ظهرت problem of consciousness. لا أحد علميا يعلم ما هو الوعي، وقد تحدثنا في القناة عن ما هو الوعي. لا يجب أن نخرج من الموضوع الآن. لهذا السبب يا عزيزي قلت لك سابقا، إذا شخصا ما قال لك لم يعجبني فكرة، لم يعجبني كلامك، لم يعجبني ماذا تفعل، عزيزي يجب عليك أن تعلم أن إدراكنا مخدر، ليس إيجابا أو سلبا وإنما مخدر. كيف مخدر؟ هذا يعتمد على العقل نفسه، سنعود إليه. وهنا يا عزيزي إذا شخص ما قال لك لا أحبك أو لا يعجبني مظهرك أو لا كذا، شخص آخر يعجبه مظهره. هذا مسألة إدراك كيف ترى الشيء، هذا مسألة إدراكك أنت، كيف عقلك يقول لك نعم أنت تحت سيطرة العقل، والعقل بدوره مسيطرا على الإدراك ويخدره. ومن هنا أود أن أقول لك لا تهتم لرأي ولا أي شخص يقول لك لم يعجبني أعجبني، لم يعجبني أعجبني، أحب ذلك لا أحب ذلك. يا عزيزي هو مجرد إدراك خاضع للعقل، ويسرني أن أقول لك أننا لا نعلم ذلك. دعني أعطيك مثالا آخر. عندما تكون مثلا في الشارع وترى سيارة جميلة تقول أريد أن أشتري مثل هذه السيارة، السؤال هو لماذا؟ ربما في النمط الاجتماعي ذلك الشخص يقول لماذا؟ سيقول فقط لأنها أعجبتني، ولكن بداخله من الداخل يدرك أنها ستعطيه نمطا اجتماعيا جميل إن كانت السيارة فخمة، ولكن بداخل أعماقه يرى ربما أن السيارة مصدر بزنس جميل يستطيع به أن يسيطر على الفتيات. وإذا أخبرته بذلك عقله سيمنعه عن هذه الحقيقة وسيقول لك لا
أنا هي شخصيتي بدون تلك السيارة. ولكن يا عزيزي، مع هذه الأنماط الاجتماعية لا نزال ننافق أنفسنا. نحن تحت سيطرة الإدراك ولا نعترف بالحقيقة لأنفسنا. إذا رأيت شخصا فاشلا ما ينظر إلى شخص ثري، ينظر إليه في بعض الأحيان نظرة إدراكية مخدرة. لماذا؟ عقله برمج أن الأشخاص الأثرياء سارقين، الأشخاص الأثرياء لا ينفعون، الأشخاص الأثرياء ظالمين، فقام بتخدير إدراكه. ماذا حدث هنا؟ آليات الدفاع عن النفس مباشرة. يقول نفس الكلام لكي لا يعترف لنفسه على أنه فاشل. يقول فلان كذا. ويا عزيزي، جزء من برمجة العقل التي بدورها قامت بتخدير الإدراك. والفاشل لا تخبره بحقيقة أنه فاشل، إياك، لا يريد أن يرى إلى هذه الحقيقة. هو يريد أن يختبئ خلف آليات الدفاع لكي يقول أنا فاشل بسبب كذا، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وإذا أخبرته أنك يعني أنت لست ناجح، يعني يجب عليك أن تستيقظ، لأتاك بالكرامة والعزة وعزة النفس ليثبت عروبته. ولكن في الحقيقة خارج العقل، خارج الإدراك، انزع كل هذا، الحقيقة هي الحقيقة. كيف نراها؟ ليس بإدراك. أحيانا إدراكنا يخدر، لنرى الأشياء كما هي. يجب علينا أن ننظر إليها بوعي بدون حكم مسبق. أنت الآن إذا رأيت نضال يمشي في الشارع ويرتدي ملابس ممزقة مع الساعة الثالثة والنصف صباحا، أي بمعنى الدنيا ظلام لا يوجد أي شيء، وأتيت أمامك وأصبحت أنظر إليك، لن تقول نضال هذا ربما شخص مهذب أو محترم. إدراكك فورا سيقول سارق، سيفعل لي شيئا ما. وربما نضال مسكين يمشي في الشارع لا يهتم لك أصلا. ولكن إدراكك يا عزيزي هنا قام باستجماع معلومات سابقة وصورا بالعقل سابقة وخيالات سابقة قام بإسقاطها أمامك. هنا لا نقول أن الصور أحيانا تكون دائما خاطئة، لا، أحيانا تكون صحيحة. أحيانا إدراك شخص ما على أنه سارق تكون صحيحة. أحيانا إدراك شيء ما على أنه ليس جيد تكون صحيحة. ويسفنا أيضا أن أقول لك أنها أيضا في معظم الأحيان تكون خاطئة، لأنها خاضعة إلى العقل. هنا يا عزيزي الموضوع أصعب مما تتصور، الموضوع يحتاج تعمقا أكثر، الموضوع يحتاج الآن ويحتاج الوعي، الموضوع يحتاج إعادة برمجة هذا العقل. ولكن برمجة هذا العقل ليس بهذه السهولة. العقل بدوره سيمنعك في كل مرة تحاول فيها أن تبرمجه، سيأتيك ببعض الميكانيزم أو الآليات لكي يقول لك أنت ماذا تقول، أي توكيدات وأي تطوير نفس، هذه خرافات، هذه استيقظ وانظر إلى الواقع، انظر إلى الحقيقة، انظر إلى الناس، انظر إلى فلان. سيقوم بتخديرك وسيستمر في استمرارية تخدير إدراكك لما ترى، وسيأخذك حيثما يريد. تظن أنك واعي ومدرك وترى أن هذه الأشياء خرافات، وفي حقيقة الأمر العقل ضحك عليك وضحك علي وضحك علينا جميعا. أعطيك مثالا آخر لن ننتهي الآن. أحيانا عندما يقوم شخص ما بفعل شيء جميل لك، أشياء جميلة، ما تسمى بالمواقف، شخص قام بعمل مواقف جميلة لي، وتدرك أنت ذلك، تشعر بالاطمئنان والحب لذلك الشخص، تتحدث عن كل إنجازاته التي قامها لك. ولكن بمجرد يا عزيزي أن يقوم بشيء ما خطأ أنت لا تحبه، مباشرة عقلك سينسى كل ذلك وسيخدر إدراكك لترى إلى ذلك الشيء الخطأ الذي قام بفعله لك وتنسى كل شيء إيجابي. نعم، كما سمعت، تحدث كثيرا. كم من علاقات انتهت بسبب إدراك خاطئ، كم من علاقات انتهت بسبب الشكوك والظن الذي بدوره أتى من العقل وخدر الإدراك، فظن أن حبيبته تخونه، ظن أن ذلك الشخص يخونه، وفي أعماقه يعلم مصطلح الكارما أو ما يسمى بالكارما وتحدثنا عنه سابقا، أن لكل سبب نتيجة. هو يعلم ذلك في أعماقه، ولكنه العقل دائما يقوم بتخديره، يعلم بداخله أن هنالك حق وسيراه بعينيه سيتجلى أمامه، ولكنه يا عزيزي لا يزال يحوم لكي يحاول أن يكتشف بنفسه. وهنا ربما تكون النتائج تعلق، هو ليس حب، احذر، هناك حب حقيقي وهنالك تعلق، هنالك حب مشروط وهنالك حب غير مشروط، والفرق بينهم كالفرق بين الحياة والموت. ولكن يسرني أن أخبرك أيضا أن أحيانا عندما يتحدث معك شخص ما في موضوع ما أنت لست حاضرا معه، أحيانا يأخذك العقل، هو يتحدث وأنت تفكر. ماذا تفكر؟ تفكر في الكلام الذي قاله لك الشخص، هل يناسب ما يقول، هل منطقي، هل كذا. وحين التفكير ليس لأنك تبحث عن المنطق، تعود إلى معتقدات عقلك لكي يقول لك هذه الفيزا، طك
اوكي وافق على كلامه او يقول لك refused كلامه لا يناسبني get out. ولهذا السبب يا عزيزي عندما ارى كثير من سوء التفاهم وعدم النقاشات او التفاهم فيما بينهم في كثير من المواضيع اقول يا عزيزي وقلتها سابقا في القناة انا اعطيك فكرة ولك حرية الخيار ستعيش في نتائج خياراتك ان كان فعلك بناء فهو بناء ان كان هداما فهو هداما ولن تستطيع ان تدرك ذلك عن طريق العقل نفسه المحوسب والذي بدوره يخدر الإدراك فأحيانا شخص ما يقول لي أنا يا عزيزي أشعر بالسعادة بداخلي أنا أشعر بالاطمئنان أشعر بالثقة بالنفس ولكن أود أن أخبرك بهذه المعلومة أن ما يحدث في حياتك وأجوائك الداخلية الباطنية من الداخل بدوره يتجلى بالخارج ليس بالخارج فقط هنا لا هنا على الوجه عندما ترى شخصا ما عبوسا هذا بالكاد هنالك شيء ما بالداخل خطأ ولكن في الحقيقة هنالك كثير من الأشياء أتعلم أن أصبحنا نتحدث عن الإدراك وما هو الإدراك وربما نخصص حلقات طويلة وكيف نتمكن من فهم هذا الإدراك يجب علينا أولا عزيزي أن نعود إلى العقل نفسه نعم هو الذي يحكم الإدراك والعقل بنفسه هو أصلا بداخل الوعي كما تحدثت سابقا الوعي هو ليس شيئا ملموس ليس كما يبحث عنه العلماء بداخل خلايا الدماغ وبداخل البرين فانكشنز أو وظائف الدماغ التي بدورها أجزاء في الدماغ ليس هذا وقد تحدثت سابقا في حلقة من نحن يمكنكم أن تشاهدوها فيما بعد يا عزيزي الوعي هو مجرد لنعطيه شكلا وهو ليس له شكل مثلا وعاء كبير وهذا الوعاء بداخله العقل والذي بدوره به الإدراك وبالعقل الباطن العقل الواعي اللاشعور إلى 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 والمشاعر وإلى آخره وبدوره بداخله الدماغ نفسه تقول لي ما تقصد بالدماغ نفسه أن الدماغ على أرى الواعي أقول لك عزيزي الدماغ هو مجرد نتيجة وليس مسببا هو نتيجة للوعي نفسه وكما قلت سابقا في أغلب الاضطرابات النفسية كالوسواس القهري وغيرها لا يوجد ولا أي علة في الدماغ المعروف نفسه لا توجد علة فيما تراه بالخلايا العصبية ولن ننتقل إلى هذا الموضوع لأني قلت لكم تحدثنا عنه في فيديو من نحن وهنا يا عزيزي حتى نتمكن من السيطرة على الإدراك لن أجعلك واقفا هكذا تشاهد الفيديو بدون أن أعطيك بعضا من الحلول من المهم أن تدرك وتعترف لنفسك إن رأيت شيئا ما وردت أن تحكم عليه دائما اسأل نفسك من الأعماق لا تسأل العقل أحيانا العقل يوقفك من كثير من الأشياء أحيانا تحب زوجتك صديقتك أو أي مكان ولكن في بعض الأحيان عندما ترتكب أنت خطأ ما عقلك سيخبرك بكثير من الأشياء من ضمنها الكبرياء من ضمنها الغرور أنا إذا وضعت نفسي تحت أقدامها واعتذرت منها ستسخط علي ستسخط علي وستستمر في انتظاري دائما أن أعتذر منك وهذا بمفهوم رجولتك ومسؤوليتك ومكانتك الاجتماعية سترفض ذلك وتنتظر منها دائما أن تعتذر منك عزيزي أود أن أقول لك هذا العقل وإن وصلت إلى هذا المنطق فأنت لم تصل إلى منطق الإدراك نفسه بعد لا يزال العقل مسيطرا على الإدراك نفسه للأسف هنا غص خلف الأعماق غص ما خلف العقل غص ما خلف الأفكار وأقصد بكلمة غص يعني غوص أعتذر أدخل في أغوار النفس من الداخل لكي ترى دائما لا تحاول أن تظلم أحدا عن طريق إدراكك وفكرك أو تفرض عليه رأي وفي نفس الوقت لا تجعل ولا أي شخص يؤثر عليك وعلى مشاعرك كما قلت لك هي الانتاجات الهرمونية التي تحدث بداخلنا كالأدرينالين الخوف غيرها ليس لأنها منطقية لنا لأننا أحيانا نخاف من أشياء غير موجودة تحفز تلك الأجواء أحيانا نخاف من شيء بداخل عقولنا خيال مستقبلي شيئا ما ليحدث ولكن يتم إفراز هذه الهرمونات بداخلنا نتيجة خوفنا وخيالنا الذي ربطها بالواقع العقلي وليس الواقع الحقيقي هنا عزيزي لن استمر في التحدث معك طويلا ما استطيع ان اقوله لك هو الادراك هي ليست التوكيدات فقط التي تقول كن ايجابيا كن ايجابيا رايت كثير من الاشخاص يتحدثون في هذه الدائره هي ليست الاجابه المطلقه هي ليست الحل التوكيدات احيانا تكون لا معنى لها اذا لم يستقبلها العقل اذا لم يقتنع بها العقل اذا لم يرى المنطق سرا خلف ذلك وكما قلنا سابقا ان مفهوم المنطق هو ليس المنطق الذي يتحدث عنه الناس عزيزي منطق العلم المادي هو ليس منطق العلوم مثلا الروحية كعلوم الطاقة وغيرها
منطق العلم المادي يقول لك أنا أرى الحقيقة هنا في المادة فقط ولن أخرج عن هذا الإطار. وهؤلاء يقولون لك لا في البواطن فقط. هناك شخص يقول لك أنا أرى حرية الخيار للجميع وأرنا لكل شخص أن يأخذ ما يريد. عزيزي الناس مختلفة بإدراكها، نحن لا نرى الحقيقة كما هي، كما سمعت نحن لا نرى الحقيقة كما هي، وحتى نراها بالحقيقة الحقيقية يجب علينا أن نخضع إلى الحب الغير مشروط ونخضع لارتقاء في مستويات الوعي. يجب علينا أن ننظر إلى الأشياء بوعي بحقيقة كما هي. يجب علينا أن ندرك وأن نفهم أننا نحن لسنا العقل، نحن لسنا الأفكار، نحن لسنا الخيالات اللا إرادية. وهنا ليتحدث معك عن موضوع الإدراك والأوتوبايلت أو القائد الآلي أو الكابتن الآلي. أحيانا عندما تقود سيارتك من الذي يقود؟ ليس أنت عزيزي، عقلك الباطن هو الذي يقود، الإدراك المخدر هو الذي يقود. في بعض الأحيان تريد أن تذهب إلى وجهة ما ولكنك تظل سرحانا في الطريق التام مع أفكارك، فتجد نفسك ذهبت إلى بيت صديقك وكنت أنت تقصد أن تذهب إلى المحل. وهذا مثال بسيط جدا، لا ندخل في الأعماق أكثر ولا أريد أن أخيف أي واحد فيكم. تصبحون على خير.